بسم الله الرحمن الرحيم. طائر يقتل حتى في الحرم. إنه طائر غريب أمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بقتله، ولكن لماذا؟ باحثون في جامعة سيدني الأسترالية وجدوا شيئا غريبا، أن طائر الحداء بكسر الحاء يتعمد إشعال الحرائق في الغابات بطريقة احترافية، فهو يستخدم منقاره ومخالبه، حتى إنه يحاول توسيع هذه الحرائق مع زملائه من الطيور من نفس الجنس. هذه الظاهرة أدهشت العلماء، فقد بدأوا يتساءلون كيف تتمكن هذه الطيور من إشعال هذه الحرائق ونشرها لأوسع نطاق ممكن. من الذي علمها ذلك؟ لقد أشارت نتائج البحث الذي نشر في مجلة إثنوبيولوجي في كانون الثاني 2018 إلى أن هذه الطيور المؤذية تنشر الحرائق لتوسع مناطق صيدها، وتستخدم تقنيات عالية في ذلك، حتى إن السكان المحليين في أستراليا يعرفون ذلك منذ زمن طويل. طبعا هذه الطيور تعتبر ضارة للإنسان ويجب التخلص منها لدرء شرها. طبعا هذا التحذير أيها الأحبة يطلقه العلماء في القرن الحادي والعشرين، ولكن قبل 14 قرنا أي في القرن السابع الميلادي نبينا عليه الصلاة والسلام أطلق هذا التحذير، بل أمر بقتلها وحذر من شرها حتى لو وجدت في الحرم حيث يحرم الصيد وقتل الحيوانات. سبحان الله. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحداء والعقرب والفأرة والكلب العقور. رواه البخاري ومسلم. والله أيها الأحبة إن هذا الحديث لا يدل على أن نبينا عليه الصلاة والسلام لا يتكلم شيئا عبثا، ولم يأمر بشيء إلا وفيه حكمة عظيمة، وهذا يدل على أن كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء لمصلحة البشر والنبات وحتى الطيور والحيوانات، لأنه رحيم بالعالمين. هذا البحث يشهد بأنه رسول الله، فالله تبارك وتعالى قال في حق هذا النبي الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم.